إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، ما حكم عقوق الوالدين وما السبيل للتوبة؟ عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، يأتي بعد الشرك بالله عز وجل، لأن حق الوالدين يأتي بعد حق الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فعقوقهما كبيرة من كبائر الذنوب، فإن كان حيين فإنه يستسمحهما ويتوب إلى الله ويبر بهما، وإن كان ميتين وقد عقهما فإنه يستغفر الله لهما ويدعو الله لهما ويتصدق عنهما، لعل الله أن يخفف عنه ذلك. نعم. أبو عبد